السلام عليكم. بعد إذن المنصة احنا هناخد بس دقايق زيادة، بس بعد إذنكم يعني. شكرا شكرا رحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة على دراجز أو مجموعة من الدراجز SGLT2 inhibitor، ودي بصراحة يعني عاملة ثورة في الطب بصفة عامة. هنتكلم على دابا جليفلوزين. انا طبعا قبل ما اتكلم بشكر اللجنه المنظمه، الاستاذه الدكتوره غاده صغير رئيس المؤتمر، الاستاذه الدكتوره غاده الخطيب رئيس الجمعيه، والدكتور خالد يوسف على دعوتي، وبشكر شركه ايفا فارما على دعوتي لالقاء المحاضره. هنتكلم على دابا جليفلوزين افكت بيوند جليسيميك كنترول. SGLT2 inhibitor بتستخدم حاليا، في الأول طلعت على إنها أنتي ديابيتك، وبعدين بدأ يستخدموها في بتوع الكارديولوجي، بقى بيستخدموها دلوقتي أكتر من الديابيتولوجي، وبتوع النفرولوجي بيستخدموها بس على استحياء شوي. هيبتدي يستخدموها بتوع الهيباتولوجي، لأن هي ليها رول دلوقتي في التريتمنت اوف نافل النون الكوهوليك فاتي ليفر، وبالذات في العيان الدايبيتي. الكارديوفاسكولار رينال اند ميتابوليك سيستمز ار انترلينكد. اي حد دايبيتيك او اوبيز او كارديوفاسكولار ديزيز، دايما بنلاقي الثلاثه ممكن يبقوا موجودين مع بعض دايما. وعشان كده لو في دراج بيأثر على ال 3 كوموربيد فاكتورز دول، يبقى حاجه عظيمه يعني. البيشنت ويز تايب 2 ديابيتس ار ات هاير ريسك اوف ديفلوبينج هارت فيلير اند كرونيك كيدني ديزيز كومبيرد وذ جنرال بوبوليشن. واضح طبعا الفرق ما بين The presence of diabetes increase the risk of developing heart failure. الناحية التانية الـ chronic kidney disease في العيانين بتوع الـ diabetes بيبقوا أكتر مع الـ duration of diabetes. Retrospective analysis of data from حوالي 1.1 مليون patients with type 2 diabetes. Initially, the majority, 66% of patients were free from cardiovascular disease or CKD. بعد سنة وجدوا أن الكارديورينال ديزيز أخذت 60% من البيشنتس، و 14% مايوكارديال انفاركشن، 10% بريفرال ارتري ديزيز، و 16% ستروك. جلوكوز كنترول alone has failed to reduce the risk of adverse heart failure outcome in type 2 diabetes. يعني وجدوا ان بعمل جلوكوز كنترول لكن ما هواش الحاجة الأساسية، اللي هي لازم يبقى فيه حاجة كارديوبروتكتيف علشان خاطر تمنع لي او تحسن لي الاوتكم اوف هارت فيلير مع الديابيتيك بيشنت. Improving glycemic control reduces risks of long-term complications. Every 1% drop in hemoglobin A1C can reduce long-term diabetes complication. يعني 43% reduction في lower extremity amputation و 37% reduction في microvascular disease, 19% في cataract, 16% heart failure, 14% مايوكاردر انفاركشن، و 12% في الستروك لو احنا نزلنا الهيموجلوبين A1C 1%. والبلاد بريشر ريدكشن اوف 2 مليمتر ميركوري ديكريز ذا ريسك اوف كارديوفاسكولار ايفنتس باي 7 ل 10%. 7% ريدكشن في الاسكيميك هارت ديزيز، و 10% ريدكشن في الستروك مورتاليتي. ده الميجور ادفيرس رينال اند كاردياك ايفنتس اللي بتحصل. ممكن يحصل اكيوت كيدني انجري، رينال ريبليسمنت ثيرابي، بروجريشن اوف كرونيك كيدني ديزيز، ستروك، مايوكارديال انفاركشن، وهارت فيلير. كل ده مع العيان سواء دايابيتيك او نون دايابيتيك. ده ال فارماكولوجيكال تريتمنت اوف هايبر جليسيميا.
بتاع الديابيتيك اسوشيشن، عملوا جدول زي ما قال الدكتور الحديدي ان العيانين اللي عندهم اسكيميك هارت ديزيز بنبدا الاول بجي ال بي 1، لو العيان ما وصلش للتارجت هيموجلوبين اي 1 سي بنضيف الاس جي ال تي 2. العيان بتاع الكرونيك كيدني ديزيز، طبعا العيان بتاع الكرونيك كيدني ديزيز زي ما قال الدكتور خالد ان بداوا يحطوا الالبومينوريا اكتر من 200 ملي جرام الاي سي ريشيو، او ان الجي اف ار اقل من 60 لكن مش اقل من 30، يعني من 30 ل 60 بنحط الاس جي ال تي 1 في الاول، لو العيان ما وصلش للتارجت بنحط معاه جي ال بي 1. بعد كده لو المينيمايز الهايبوجلايسيميا طبعا بنبدا بالاس جي ال تي 1 وميتفورمين وبعدين الجي ال بي 1 وبعدين الدي بي بي 4. السلفونايل يوريا والانسولين سنسيتايزرز زي البايوجليتازون، هم دول ليهم ليس هايبوجلايسيميك افكت. المينيمايز ويت برضه نفس الكلام، بنبدا بالجي ال بي 1 ومعاه ميتفورمين، اذا ما وصلش للتارجت بنضيف اس جي ال تي 2 او الدي بي بي 4. الدي بي بي 4 بيبقوا نيوترال في البودي ويت. دابا جليفليزون ايفيدنس ان جلايسيميك كنترول، طبعا كلنا عارفين المود اوف اكشن اوف اس جي ال تي 2 انهبيتور، انها ريديوس الجلوكوز ري ابسوربشن، بتنزل الجلوكوز ثري شولد في الري ابسوربشن في البروكسيمال تيوبيول من 180 ل 100. والديابيتيك بيشنت بيحصل معاهم اوفر اكسبريشن of sodium glucose co-transporter، فعشان كده بيحصل مور absorption بحيث ان البلاد ليفل بيبقى عالي ومع ذلك مفيش بوليوريا في العيان. في بعض العيانين تايب 2 diabetes بيجي يشتكي بان انا فوجئت بان انا عندي سكر لكن مفيش بوليوريا، ما عندوش بوليوريا. العيان ده عنده over expression of SGLT2 وعشان كده بيحصل مور ري ابسوربشن اوف صوديوم اند جلوكوز. يورينري جلوكوز اكسكريشن بيبقى مع الدابا جليفليزون بيبتدي يقلل الثري شول، بينزل حوالي من 70 جرام بير دي. لما بنحط الدابا جليفليزون مع الميتفورمين، طبعا الميتفورمين امبروف انسولين سنسيتيفيتي and glucose uptake. في بعض الناس ما تحبش تحط الميتفورمين من ضمن السنسيتايزرز، هو صحيح بيقلل الجلوكونيوجينيسيس، بيقلل ديكريز هيباتيك جلوكوز برودكشن وريديوس الانتستينال ابسوربشن اوف جلوكوز. لما بيبقوا الاثنين مع بعض بيبقى فيه سينرجيستيك افكت والعيان بيستفيد كتير. ده ال الريدكشن اوف هيموجلوبين اي 1 سي اوفر ا نمبر اوف كومباينيشنز، المونوثيرابي، ميتفورمين، سلفونايل يوريا، دي بي بي 4، اد تو انسولين اند اد تو ميتفورمين اند سلفونايل يوريا، كله بيقلل الهيموجلوبين اي 1 سي لو ضفنا عليهم الاس جي ال تي 2 انهبيتور. برضه الدابا جليفلوزين ان بيشنت ويز تايب 2 دايابيتس ريسيفينج هاي دوزز اوف انسولين، هنلاقي ان اوفر 2 ييرز بدانا نقلل الانسولين دوز اي 1 سي افتر ادجستمنت فور بيز لاين فاليو. ومين تشينج في التوتال بودي ويت، احنا عارفين الانسولين بيعمل ويت جين، فلو ضفنا عليه الاس جي ال تي 2 هيبقى الويت جين اقل بكتير من ما ياخد انسولين كمونوثيرابي. طبعا احنا نبعد خالص عن التايب 1 دايابيتس، طيب 1 ديابيتس عشان الديابيتيك كيتو اسيدوز، على الرغم ان احنا هنشوف دلوقتي ان الكيتونز او الكيتوزز اللي بتحصل مع الاس جي ال تي 2 ليها فيري بينيفيشال افكت في الهارت فيلير، في الهارت فيلير وفي الكرونيك كيدني ديزيز.
A combination of SGLT2 with insulin and metformin 104 ويك والانسولين دوز، واضح ان الانسولين دوز اقل بكتير مما ما ناخد انسولين كمونو سيرب، سواء 2.5 مللي جرام دابا او 5 مللي جرام دابا او 10 مللي جرام دابا. البوتنشال بينيفيت اوف كومبينيشن اوف سي جي ال تي انهبيتور اند انسولين، الافكاسي هيموجلوبين اي 1 سي بي ال مع الكومبينيشن اكتر لو الاخضر، الانسولين سنسيتيفيتي او الانسولين ريسبتورز بتزيد احسن وبتشتغل احسن مع الكومبينيشن، والانسولين دوز بتقل مع الكومبينيشن. الويت برضه بيقل قوي مع الاس جي ال تي 2 لو هو مونوثيرابي، وبيزيد خالص مع الانسولين كمونوثيرابي، وبيقل مع الانسولين كومباينيشن مع الاس جي ال تي 2. هايبوجلاسيميا زي كده مفيش خالص مع الاس جي ال تي 2، بتزيد شويه مع الكومباينيشن، لكن بتزيد قوي الازرق ده الانسولين كمونوثيرابي. الجينيتال انفكشنز يعني مفيش تاثير زي بعض. اللونج تيرم جلايسيميك كنترول، الدابجليفليزون فيرسس سلفونيلوريا، الجليبليزايد مع الميتفورمين والدابا مع الميتفورمين، هنلاقي ان في ديفرنس بعد 4 سنين داتا، هنلاقي في ديفرنس ان الاس جي ال تي 2 مع الميتفورمين افضل من السلفونيلوريا مع الميتفورمين. طبعا التوتال بودي ويت افضل كتير في الدابجليفليزون عن الجليبليزايد اللي هو السلفونيلوريا، في حوالي 208 ويك نزل من 4.3 جرام كيلو جرام. الهايبوجلايسيميا 10 مرات اقل في الاس جي ال تي 2 عن السلفونيلوريا. نيجي بقى للحاجات المهمه اللي هي بياند جلايسيميك كنترول، دابا جليفلوزون ايفيدنس فور كارديو فاسكولار اوت كام. ريسنتلي كومبليتد دابا اتش هارت فيلير ترايل، انرولد حوالي 4700 عيان بيشنت ويز هارت فيلير اند ريديوسد ايجكشن فراكشن. ريديوسد ايجكشن فراكشن اقل من 40%. ان هو يستخدم برضه في الهارت فيلير ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن، الناس اللي عندهم دايستوليك ديسفانكشن، والناس دول كتير مش قليل. يعني معظم العيان اللي عندهم كرونيك كيدني ديزيز عندهم دايستوليك انفانكشن، سيستوليك فانكشن نورمال لكن الدايستوليك انفانكشن الدايستوليك فانكشن امبيك، وده بيخش في هارت فيلير وبيبقى معاه مانيفستيشن اوف هارت فيلير. ويتش ان رول reduced ejection fraction demonstrated a marked reduction in worsening heart failure or cardiovascular death on top of excellent heart failure standard of care therapy. يعني مع الستاندرد اوف كير، هو مش لوحده، مع الستاندرد treatment of heart failure. Further, this benefit was similar in those with and without type 2 diabetes. البيز لاين، هنفاجئ بقى ان البيز لاين A1C was unrelated to the efficacy of dabagliflozin to reduce heart failure and mortality in daba heart failure. In addition, in experimental models of heart failure, the benefit of SGLT2 inhibition has been observed independent of diabetes or hyperglycemia. علشان كده بيستخدموه دلوقتي بتوع الكارديولوجي في النون دايابيتيك، كل النون دايابيتيك بيستخدموا معاها ال اس جي ال تي 2 انهبيتور. فهنا في ثلاث حاجات، في الهارت فيلير ويز ريديوسد ايجكشن فراكشن اقل من 40%، وده على الرغم من الانتنسيف تريتمنت الموجوده اللي هي الاس انهبيتور والدايوريتكس والبيتا بلوكر والمينرالوكورتيكويد انتاجونست، مينرالوكورتيكويد ريسبتور انتاجونست، والارني اللي هي الانجيوتنسين 2 ريسبتور انتاجونست ومعها النيبريلايسين انتاجونست، كل ده
كل الكلام دوت برضو ما حسنيش قوي الاوت كام بتاع الهارت فيلير. تاني حاجه الهارت فيلير ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن، ده برضو نو تريتمنت اوبشنز هاف بين ايدنتيفايد تو ديت فور هارت فيلير ويز بريزيرفد، يعني اكتر من 40% الايجكشن ليفت فنتريكولار ايجكشن فراكشن اكتر من 40%، فده ما فيش تريتمنت يعني بيحسنه. هو صحيح البيتا بلوكر والاس انهيبيتور والاربز ليها دور في ان هي بتحسن، لكن ما فيش حاجه تديني يعني جود ساينرجيستيك اكشن مع الحاجات دي. الكارديو رينر سيندروم طبعا ده كتير جدا، نو تريتمنت هاف بين ايدنتيفايد that proved provide sufficient cardiovascular and renal protection. فهو الـ SGLT2 ده هو ده الأمل في إن هو يحسن لي الكارديو رينال سندروم. إيه الميكانيزم بتاع الـ SGLT2 inhibitor؟ نمرة واحد blood pressure lowering، وده عن طريق الناتريوريسيز increase diuresis ونتريوريسيز، بينزل الصوديوم حوالي من 30 ل 70 جرام صوديوم بينزل في اليوم. بس هم وجدوا ايه؟ وجدوا ان عملوا ترايل او عملوا ستادي ما بين كومباريزون ما بين الاس جي دابا جلوفليزين وما بين الهيدروكلورسايزايد، وجدوا ان الهارت فيلير سيمتومز تحسنت قوي مع الدابجليفلوزين عن الهيدروكلوروسايزايد، تحسنت قوي وتحسنت رابيدلي في حالات الاس جي ال تي 2. فوجدوا ايه؟ وجدوا ان نمره واحد ان الدابا او الاس جي ال تي 2 انهيبيتور بتزود لي الاريثروسايت ماس، زياده الاريثروسايت ماس بتزود طبعا الاكسجين ديليفري للهارت، زائد ان هي بتزوده عن طريق الهيمو كونسنتريشن، عن طريق ان الكيتون بودز الموجوده بتعمل لي ستيموليشن للبون مارو، بتزوده عن طريق ان هي بتعمل ريلاتيف رينال هايبوكسيا فميميكينج سيستميك هايبوكسيا، فبتزود لي الاريثروبوتين اللي هو سيكريتد من البروكسيمال تيبيول، بتقلل لي السيكريشن اوف هيبسيدين. هيبسيدين ده اكيوت فيز رياكتنت بيطلع من الليفر، وده ليه باكتروستاتيك افكت بيزيد مع الكرونيك انفكشن، وده بيعمل ديكريز في الموبيلايزيشن اوف ايرن فروم ذا ايرن ستورز. فهتلاقي العيان عنده الايرن السيرم ايرن قليل وعنده ايرن ديفيشنسي انيميا والفيريتين عالي، فهو لما يقلل الهيبسيدين هيزود لي الموبيلايزيشن والايرن ميتابوليزم من الستوري سايتس اللي هي الماكروفاجز والهيباتوسايتس، فده بيحسن جدا الهارت فانكشن. امبروفينج كاردياك انرجي ميتابوليزم، الانرجي ميتابوليزم في الهارت في الفيلينج هارت زي ما هنشوف، ده الفيلينج هارت بيحصل ديكريز في الميتوكوندريال اوكسجين جلوكوز اوكسيديشن، فبيقلل لي الاي تي بي كريبت سايكل بتقل قوي نتيجه للهايبر جلايسيميا ونتيجه للانسولين ريزيستنس، ده بيعمل لي انكريز في الادرينرجيك اند انسولين سيجنالينج. الانسولين سيجنالينج بيتحول لانسولين ريزيستنس. الانسولين في العادي الانسان العادي ما عندوش ريزيستنس، في الانسولين ريسبتور فيها تو سبستريت، في السيرين سبستريت والسيريونين سبستريت. لو حصل فوسفوريليشن للسيرين سبستريت للسيريونين سبستريت وده في العادي، ده بيعمل لي بيطلع لي البروتين الفوسفو انيشيتول بروتين كاينيز، ده بيعمل لي ستيميوليشن للنيتريك اوكسايد، ستيميوليشن نيتريك اوكسايد سينسز، فبيزود لي البلاد فلو، بيزود حتى الكاردياك بلاد فلو كرونري بلاد فلو، بيعمل اندوثيليال
بيقلل الاندوثيليال ديسفانكشن. 1 مينيت دكتور حسن. نعم 1 مينيت فاضل دقيقه واحده. فاضل دقيقه بس. لا قاعدين خمسه ثاني. ندي الموضوع حق. 2 مينيت فاضل. ماشي. فده بيخلي الانسولين ريزيستنس يزيد، فده بيبقى بيعمل ستيموليشن للام تور. الام تور اللي هي ماميليان تارجت اوف ريبامايسين، وده بيعمل لي ستيموليشن للجروس فاكتورز كلها. والام تور انهيبيتور اللي بتستخدم حاليا كانتي كانسر وفي الاميونو اميونيتي، سواء حتى في النفرولوجي عندنا بيستخدموها في الجلوميرولونفرايتس. بيحصل هايبرتوفي واندوبلازميك ريتيكولم ستريس وفايبروزس. بيحصل ريديوسد في الفاتي اسيد اكسيديشن، فبيقل برضه حتى ال امبيرد ميتوكوندريال سينسز اند دايناميك. ودي الخمسه ودخلت في خمسه. ها سبعه والله. هو لسه بعد طيب ال SGLT2 inhibitor لما بنضيفها بقى بتعمل لي اوكسيديشن، بتزود الموبيلايزيشن اوف فاتي اسيد، بتعمل انكريز في الميتوكوندريال اوكسيديشن، بتطلع لي كيتون بودز. الكيتون بودز دي بتبقى ثريفتي فويل، يعني سورس اوف فويل ادد تو ذا، يعني او بتحاول ان هي كاونتر اكت مع الجلوكوز اوكسيديشن، وده بيعمل لي المينتيننج اند امبروفنج كاردياك فانكشن. ده الديكلير تايم ستادي عملوا على 17000 عيان في 4 سنين. 17000 عيان ادوهم دابا جليفليزوم فيرسس بلاسيبو، كان 8.9 فيرسس 9.4 الميجر ايفنتس اوف كاردياك اوف كارديوفاسكولار ايفنتس. الكارديوفاسكولار ديزيز والهارت فيلير هوسبيتاليزيشن 17% ريدكشن، الهوسبيتاليزيشن فور هارت فيلير 27%، الرينال كومبوزيت اند بوينت 24%. دي حاجات بقى السيفتي والفرق ما بين الدابجليفليزون والبلاسيبو. افكت اوف دابجليفليزون على الاتري فيبريليشن، يعني الاتري فيبريليشن لما بيحصل مع الهارت فيلير بيزود الكوموربيديتي حوالي 5 لـ6 فولد. فالدابجليفليزون بيقلل الكومبليكيشنز اللي بتحصل لو في اتري فيبريليشن في الدابا هارت فيلير. وده اتعملت على الديابيتيك والنون ديابيتيك، وجدوا ان في 26% مع البلاسيبو فيرسس بلاسيبو 6% ريدكشن ريت في البرايمري اوت كام، وال 18%